لما كابتن عصام عبد المنعم تم تعيينه ما اتكلمتش ليه؟ ما اتكلمتش ليه؟ خصوصا ان هم استندوا لوقعه ايقاف ابراهيم سعيد لمده 6 اشهر في عهد الكابتن عصام عبد المنعم. حبينا يا جماعه نقف عند النقطه دي ونتكلم في بعض الحقائق اللي ان شاء الله باذن الله نوضحها. المحكمه الرياضيه تم تشكيلها من خلال المجلس المعين. المجلس الاول المجلس المعين جه كان على رئاسته كابتن عصام عبد المنعم، وكانه هو كان الوحيد اللي موجود وقتها بيتم التعامل معانا بالشكل ده. طب النائب كان مين؟ كان الاستاذ طارق غنيم اللي كان نائب رئيس نادي الزمالك الاسبق، الاستاذ ممدوح عباس امين صندوق رئيس الزمالك الاسبق، المهندس عادل القيعي، فيكن جيرميزيان اللي هو كان بيشتغل في هو زملكاوي وبيعمل في الكاف، والناس ما بتتكلمش عليه كانه هو ما كانش موجود في الكاف، عشان نتكلم دايما ان فكره ان الكاف كان فيه شخصيات اهلاويه فقط. الوزير الحالي للرياضه استاذ اشرف صبحي، دكتور اشرف صبحي كان هو احد اعضاء المجلس، والكابتن ايمن يونس الشخصيه يعني الزملكاويه. مجلس اهلاوي عشان الكابتن عصام عبد المنعم والكابتن عادل القيعي. بالظبط، وكل الزملكاويه دول وكان كان في قرارات مغايره او مش صحيحه في وجود كل الزملكاويه دول. طيب نتكلم اصلا هو ايه قصه المحكمه الرياضيه اللي خدت قرار الايقاف بتاع ابراهيم سعيد؟ هم بيقولوا انشاوها عشان ابراهيم سعيد. انشاوها مخصوص، ده قالوا اتعملت مخصوص عشان توقف لاعب. المحكمه الرياضيه دي تم تشكيلها بعد احداث شغب حصلت في مباراه النادي المصري في الدوري. تم خرج قرار من اتحاد الكره المصري بان المباراه القادمه للنادي المصري تكون بدون جمهور، وتصادفت ان هي كانت مباراه مع النادي الاهلي. ده كان قرار اتحاد الكره اللي خرج وقتها النادي المصري ولجأ للمحاكم المدنيه ورفض القرار ورفع قضيه كان نتيجتها ان صدر حكم بالغاء قرار الاتحاد المصري لكره القدم. هنا المسؤولين عن الكره المصريه شافوا ان فكره اللجوء للمحاكم المدنيه بيتعارض يا احمد مع المواثيق والقوانين بتاعه الاتحاد الدولي لكره القدم. فظهرت فكره انشاء محكمه تفصل في النزاعات الرياضيه وتكون داخليه بدل اللجوء للقضاء المدني. دي كانت أهداف إنشاء المحكمة الرياضية. وعايزين نقول إن المحكمة الرياضية دي بعد ما اتشكلت بقيادة أو بعضوية المستشار عادل أورا رئيسا، المستشار عبد العزيز شافعي نائبا، والمستشار أحمد الزند اللي كان عضو وقتها، وكلها شخصيات مرموقة. الغريب بقى إن القرار اللي صدر من المحكمة الرياضية ألغى قرار اتحاد الكرة اللي شكل المحكمة وقرر خوض النادي المصري لمباراته أمام النادي الأهلي بجمهور. هو ده العدالة. اللجنة اللي شكلها المجلس المعين عصام عبد المنعم الأهلاوي ألغت قراره. ده مش كده وبس، ده كمان أضرت النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي كان ممكن هو المستفيد يلعب من القرار بتاع اتحاد الكرة انه يلعب بدون جمهور. بالظبط كده، راح لعب بجمهوره طبعا. وكانت نتيجة المباراة ايه؟ تعادل، وده التعادل الوحيد في الدور الثاني والهزيمة من الزمالك بعد كده 8 والجوزيه من أول الدور الثاني. طبعا مثال رائع لفكرة إن مسؤول أهلاوي كان على رأس المنظومة والموضوع مشي ازاي. بعد كده يا احمد رحنا لقضيه ابراهيم سعيد. بعد الموضوع بشهرين، يعني 1 يونيو بدا بقى ابراهيم سعيد طبعا كان بيجي له عقود وبيرفضها وبيتلاعب امام النادي الاهلي بفكره ان هو عدم البيع ورفضه البيع، فلجا النادي الاهلي للمحكمه الرياضيه، وبالفعل يا فارس حكمت المحكمه الرياضيه لصالح النادي الاهلي في قضيه ابراهيم سعيد. والناس بعض الناس بتتوقع يعني بتقول ان العقوبه كانت 6 شهور، دي عقوبه كبيره جدا، لكن لو جيت شفت الحاله في الوقت ده هتلاقي ان سمير كمون قبل كده توقف سنه على اشاره ما لازمش لحد شافها ولا جت في التلفزيون. بالزبط. وسعيد عبد العزيز عشان وقع للاهلي والزمالك بالظبط مده الايقاف. الاهم بقى فارس اصلا ان ابراهيم سعيد كان متعاقد مع النادي الاهلي. طب في واقعة رضا عبد العال اصلا كان انتهى عقده مع نادي الزمالك وبرضه النادي الاهلي دفع 625,000 جنيه. ففكره ان المحكمه الرياضيه انشات من اجل القضيه لا، ده انشات من اجل مباراه لبورسعيد. وبعدين احنا مقترن دايما الفكره يا جماعه بتتقال ايه؟ مجلس كابتن عصام عبد المنعم، وكأن كل الشخصيات الزملكاويه دي ما كانتش موجوده. بالزبط. والمحكمه الرياضيه اللي اتعملت عشان كابتن ابراهيم سعيد، ردينا وبالمستندات وبالادله. ده في نقطه إيه عشان بس اتساق مع الذات، احنا قلنا السيادات المستشار اعضاء احمد الزند عضو في اللجنه دي. بالزبط. فلو انت معترض على فكره اللجنه دي، ده انت عندك مكتبه في نادي الزمالك باسم المستشار احمد الزند، فيبقى في اتساق مع الذات. الراجل له كل التقدير والاحترام، هو واللجنه كلهم طبعًا. وكلنا بنجل لهم ونحترمهم. اذا ما ينفعش نشكك في فكره ناس اجلاء ان هم كانوا بيجاملوا او ان هم بيخدموا النادي الاهلي
وده اكيد خلاص اتكلمنا فيه ونهناه، فيا ريت ما نتكلمش في فكره المحكمه الرياضيه مره اخرى. وادينا عرفنا امتى انشئت وامتى ابراهيم سعيد النادي الاهلي قدم شكوى فارس للمحكمه الرياضيه. اعتقد دي نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض.